بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النافذة المباشرة التي نطلع عليكم فيها من داخل مركز شهداء دورة الثقافي، حيث نتابع نحن وأنتم المجريات المتعلقة ببدء حملة دورة لأجلك جنين التي أعلن عنها المجلس البلدي في مدينة دورة هذا اليوم بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات في مدينة دورة الذين أعلنوا رسميا انطلاق هذه الحملة التي ستبدأ هذا اليوم وستستمر حتى 3 أيام قادمة. بدأت هذه الحملة بتبرع أعضاء المجلس البلدي في دورة، كل عضو مجلس بلدي تبرع بقيمة 1000 شيكل، إضافة إلى تبرع موظفي بلدية دورة بيوم عمل والبالغ حوالي 20,000 شيكل. أيضا الصندوق التابع للبلدية وهو صندوق أهالي المدينة سيتبرع أو تبرع هو الآخر بمبلغ 10,000 شيكل. وانطلقت هذه الحملة عمليا من هنا من داخل مركز شهداء دورة الثقافي، حيث بدأت هذه الحملة بشكل رسمي وبدأت عمليا من خلال هذه الصناديق المتواجدة هنا. سعدني في بداية هذا الحديث أن أرحب بالدكتور عمار أبو زنيد، عضو مجلس بلدية دورة الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات. دكتور عمار يعطيك العافية. دكتور، يعني بدأت هذه الحملة عمليا الهدف منها، وبدأت أيضا من خلال وفائكم أنتم في مجلس بلدي دورة بتبرع كل عضو مجلس بـ1000 شيكل تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أنا يعني بترحم على شهداء مخيم جنين، بدعو لهم بالرحمة والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى والفرج القريب للأسرى في سجون الاحتلال. يعني نعم، في هذا اليوم المبارك أطلقت بلدية دورة ومجلسها البلدي وأهالي مدينة دورة والغرفة التجارية والهلال الأحمر ومجموع مؤسسات مدينة دورة هذه الحملة لمساندة أهلنا في مخيم جنين، لدعم صمود أهلنا، لتقديم المساعدات لأطفال جنين، لنساء جنين، لأبطال جنين اللي سطروا ملحمة تسجل بماء الورد في تاريخ الشرف والنضال الفلسطيني. المجلس البلدي يعني قدم شيء بسيط، هو كل عضو تبرع بمبلغ 1000 شيكل، والمجلس كمجلس بلدي تبرعوا بـ10,000 شيكل، موظفي بلدية دورة تبرعوا براتب يوم كامل لصالح مخيم جنين، أهالي مدينة دورة توافدوا إلى البلدية وقدموا الكثير من المساعدات النقدية والعينية. أتت هاي الحملة لتقدم رسالة عنوانها دعم الصمود، دعم ثقافة نحن باقون، ما بقي الزعتر والزيتون في مخيم جنين، في نابلس، في الخليل، في رام الله، في غزة، في كافة أرجاء الوطن. هذا الوطن وطننا، وهذا الشهداء شهدائنا، ونحن على أتم الاستعداد للسير بهاي الحملة، وإن شاء الله يعني ندعو أهلنا في مدينة دورة، ندعو أهلنا في القرى المجاورة، وندعو أهل الخير في كل مكان ليد مد العون والمساعدة لهاي الحملة بكل ما يستطيعون. ونذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. ونقول لهم يعني من لم يستطع أن يصل إلى جنين فليوصل مساعداته إلى جنين ولو بالقليل القليل، ندعوهم لتقديم المساعدات النقدية والعينية وما تجود به أنفسهم. ونحن على ثقة عالية وكبيرة جدا بمجتمعنا وبشعبنا وبأهلنا في مدينة دورة بأنهم لن يخذلوا جنين ولن يخذلوا مخيم جنين، وسيكون لهم بصمة تسجل في تاريخ الكرم، في تاريخ دعم الصمود لأهلنا في مخيم جنين، للأبطال اللي خاضوا هاي المعركة أمام هذا العدو المجرم. نحن يعني نحث الجميع للتبرع، نشكر الصحفيين على تغطيتهم الإعلامية، ونحن مستمرون هذا اليوم الأربعاء وغدا الخميس والجمعة وحتى مساء السبت لجمع هاي التبرعات. وإن شاء الله يعني في مساء السبت سوف نعقد مؤتمر نهائي نعلن فيه ما تم جمعه لصالح هاي الحملة نحن والشركاء جميعا. دكتور، بدأت الناس بالتوافد عمليا، يعني أنا على الأقل نشاهد من خلال هذا الصندوق الموجود هنا أن الناس بدأت تتبرع عمليا، وشاهد هناك أيضا مساعدات عينية وليس فقط مادية.
نعم يعني بدأت الناس بالتوافد على المركز الثقافي والعنوان الحملي بالتبرع. هناك من تبرع بمبالغ مالية يعني بسيطة، هناك من تبرع بمبالغ مالية كبيرة، هناك من تبرع بمواد عينية لها علاقة بالملابس، هناك من تبرع بمواد غذائية. نحن نجمع هاي التبرعات وندعو الناس بخصوص المواد العينية للتبرع بما هو مفيد لأهلنا في جنين وما يحتاجه الناس في جنين، حتى تصل رسالة في مدينة دورة بأبهى صورها إلى مخيم العز في جنين. شكرا دكتور عمار أبو زنيد عضو مجلس بلدي في دورة. أرحب بالأخ بسام فقوسي أبو النور، أيضا هو عضو في هذه الحملة وممثلا عن مؤسسات دورة. أخي أبو النور أسعد الله أوقاتكم، كيف يبدو الإقبال منذ أن بدأت هذه الحملة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين. نحن في مدينة دورة جنوب فلسطين بمشاعر يملأها الحب والانتماء والإنسانية تجاه إخواننا في جنين. فلسطين هي وحدة جغرافية واحدة، وبالتالي ما يؤلمهم يؤلمنا وما يفرحهم يفرحنا. وعليه فإننا في مدينة دورة وعلى رأسها بلدية دورة قامت اليوم بجمع كافة مؤسسات دورة لانطلاق حملة تحت مسمى دورة لأجل جنين. وهذا الحكي له معنى كثير جدا، سواء من ناحية التكافل الاجتماعي أو من ناحية الإنسانية أو من ناحية الوطني، انتماء الوطني. نحن في الجنوب تعودنا دائما بأن نكون متكاتفين مع كافة أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة دورة اللي أنا أكثر مرة بحكيها ارفع راسك أنت ابن دورة، لأنه احنا الحمد لله رب العالمين لدينا الكفاءات ولدينا الشباب المنتمين لهذا الوطن وهذا البلد، وبالتالي واجب وإلزام علينا أن نكون متكاتفين مع أهلنا في مدينة جنين اللي الاحتلال مع ما ترك شيء إلا ما أثر فيهم، والحمد لله ربي إن شاء الله بقدرنا نوصلهم الإشي اللي ممكن هم بحاجة إليه. نعم. إقبال الناس، نحن نعلم أن هذا اليوم الأول، لكن على الأقل أنا أشاهد من خلال جروبات، من خلال مجموعات تواصل اجتماعي، هنالك إقبال على موضوع هذه الحملة. هي الإقبال، أول ما تم الإقبال عليه هي من خلال بلدية دورة، من خلال أعضاء بلدية دورة اللي هم بادروا مباشرة، كل أعضاء بلدية دورة تبرعوا بما يجود عليه أنفسهم، وموظفين بلدية دورة كذلك الأمر، كل واحد تبرع بيوم عمل بقدر حوالي 20-30 ألف شيكل، بالإضافة إلى أعضاء البلدية تقدروا كل واحد منهم تبرع بقيمة 1000 شيكل نقدا. ونحن في اللجنة اللي تم تكليفنا وتم اختيارنا للموضوع كمان نفس الموضوع، والحمد لله رب العالمين. الآن إحنا استقبال التبرعات في من خلال المركز الثقافي ومن خلال اللجنة تم تشكيلها من كافة مؤسسات البلد، راح يكون استقبالنا مادي عين وعيني. المادي موجود الصندوق وموجود كتاب الوصولات وطباعة الوصولات وبالتالي والعيني. وأشير شيء مسألة بسيطة جدا، إنه الشيكل له معنى وعلبة الطونة لها معنى. أبناء شعبنا خيرين وأبناء دورة أفاضل، وما يجودوا نفسك هو بالشيكل أو بالألف هو تبرع. نعم. شكرا جزيلا لك سيد بسام فقوسي. المجلس الشبابي في مدينة دورة حاضر أيضا وهو عضو في هذه الحملة. أرحب برئيس المجلس الشبابي في مدينة دورة الأخ أحمد عمايري. أخي أحمد مرحبا بك، يعني أنتم الشباب دوركم حاضر أيضا في هذه الحملة، عن دور مجلس شبابي دورة في هذه الحملة، عن الجهد المبذول من قبلكم لإيصال هذا الصوت وهذه التبرعات للأهل في جنين. أول شيء في البداية احنا نوجه كل التحية للرجال الأبطال الموجودين في جنين ومخيم جنين. جنين أبصرت النور من وسط الظلام، جنين كرامة لا تلين، جنين رفعت راس كل شاب فلسطيني في الوطن، جنين جسدت مبدأ الوحدة الوطنية بالساحة بين كل الفصائل الوطنية. وهذا كشباب فلسطيني أثلج صدورنا تعزيز النفس الوحدوي اللي ثبتته جنين وثبتوه رجال جنين. احنا كمجلس شبابي محلي لمدينة دورة من البدايات الأولى كانت الفكرة موجودة إن وتشاركنا احنا واخواننا في البلدية في طرح الفكرة، واليوم الفكرة هي موجودة على أرض الواقع، عممنا على كل الصفحات على الجروبات، بنوجه نداءنا لكل شباب مدينة دورة. طبعا شباب مدينة دورة ما بدهم حدا لا يوجه لهم نداء ولا حدا يدعيهم، شباب مدينة دورة عندهم الثقافة الوطنية وعندهم الانتماء. احنا الحملة بتشمل جانبين، جانب مساعدة اخواننا في اهل جنين متعلق في الجانب الانساني خلاف الدمار اللي خلفه الاحتلال الاسرائيلي بحق اهلنا في جنين، وجانب تعزيز الثقافة الوطنية انه هذه جنين هي
شريان فلسطين وإحنا كشعب فلسطيني كنا لازم نتكاثف كل جهودنا سواء مع جنين أو غير جنين، والله يحمي هالجنين. إحنا رسالتنا في المجلس الشبابي لأهل مدينتنا دورة الحبيبة، هذه الدورة اللي ربينا فيها على الكرم والجود، وبنفتخر إن أبناء في مدينة دورة. مجتمعنا في دورة مجتمع داعم ومتقبل وبدعم وبساهم، وبالذات الشباب الواعي الموجود في مدينة دورة بنوجه لهم كل التحية وندعيهم إنهم يجوا يتوجهوا لقاعة مركز شهداء دورة لو بشيكل لو بخمس شيكل، ساهم في إعمار مدينة جنين. الحملة تحت عنوان دورة لأجلك جنين، ودورة لبت نداء جنين. شكرا جزيلا أحمد العمايري رئيس مجلس الشباب في مدينة دورة. إذا مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، حاولنا أن نرصد على الأقل من خلال هذه النافذة الصورة والمشهد هنا في مركز شهداء دورة الثقافي. كما ذكرنا بدأت الحملة هذا اليوم، ستستمر حتى مساء السبت إن شاء الله. مساء السبت سيكون هناك مؤتمر صحفي هنا في قاعة مركز شهداء دورة الثقافي، حيث سيعلن عن المبالغ التي تم جمعها وعن آلية أيضا وصول هذه المبالغ للأهل في مخيم جنين. تأت هذه التغطية، نلتقي بكم في نافذة وتغطية أخرى. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية وحفظ المولى. دمتم بخير، إلى اللقاء.